وينضم إلينا من موسكو السيد أندري أنتيكوف الكاتب والمحلل السياسي. سيد أندري، حينما يتحدث لافروف وزير الخارجية الروسي عن مبادرة روسية لحل الأزمات في الشرق الأوسط، ماذا نفهم من هذه الكلام وما هي هذه المبادرة؟ يعني قد قدمت روسيا هذه المبادرة في العام الماضي لحل الصراعات في الخليج، واقترحت روسيا تشكيل منظمة للأمن في الخليج. فيعني المبدأ الرئيسي بالنسبة لروسيا عدم تدخل الدول الغير المتواجدة في الخليج إلى شؤون لهذه الدولة هذه المنطقة. فيجب على دول المنطقة أن تجد حلا لكل الأزمات كل الصراعات التي توجد في هذه المنطقة. إذن ويعني لدى روسيا لدى أمريكا لدى الدول الأخرى يمكن أن تكون فقط دور المراقب في هذه المنظمة الجديدة. ولذلك يعني هذا المقترح الروسي يشير إلى هو مختلف تماما لما نقلته الولايات المتحدة الأمريكية في السابق عندما تقترح يعني تشكيل التحالفات الجديدة ما يسمى بالناتو العربي وغيرها من المنظمات. يعني واضح تماما أن أمريكا تحاول أن تفرض على المنطقة السيناريو القديم وهو سيناريو أو الاستراتيجية فارق تصد. يعني وبعد ذلك أمريكا ستحاول أن تستغل هذه الصراعات في الإقليم. أما روسيا فروسيا تصر على أن يعني لا مجال هناك لمثل هذه الصراعات، أو يعني يجب أن يتم حل تلك الصراعات عن طريق الحوار ما بين دول المتنازعة دون تدخلات الخارجية. طيب، هنا حتى نسقط هذه الفرضية أو هذه الفكرة على إحدى الصراعات أو أهم الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، مثلا الصراع الخليجي العربي الإيراني، ما هي أوراق موسكو في هذا الميدان؟ وتعرف أن هذا الملف حساس جدا. كما ذكرت يعني أولا برأيي الشخصي أنا أعتقد أن يمكن أن نشاهد تقارب ما بين إيران والسعودية، ولكن كلما نشاهد محاولات لمثل هذا التقارب في نفس الوقت هناك التدخل الأمريكي، هناك الاستفزاز أو هناك الاتهام أو هناك تصريح أو غيرها من الخطوات سواء كانت في الأمريكا أو في غير الأمريكا في المنطقة أو في غير المنطقة. لذلك يعني كما ذكرت في السابق نحن بحاجة أولا إلى إيقاف التدخلات الخارجية، تشكيل المنظمة الجديدة المنظمة التي تضم فقط الدول المنطقة دول الخليج. هذا الجانب. من جانبها روسيا لديها العلاقات جيدة مع كل من إيران والسعودية، وبرأي شخصي روسيا مستعدة ل يعني إقامة الحوار ما بين دولتين من أجل تجاوز الخلافات ما بينها. أندري أنتيكوف الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا من موسكو.